كده علشان نعرف الفارماكوكاينتكس، يعني ايه نعرف ايه الجرعه المناسبه عشان تعمل ريسبونس، الدواء بيقعد قد ايه، يعني البودي بيبروسيس الدراج، بيقعد الدراج قد ايه لغايه اما يبقى يخرج، يعني يجيب الناس دي يديهم الدواء ويقعد يسحب منهم عين الدم كل نص ساعه كل ساعتين كل ثلاثه، يعني بطريقه معينه كده، ويقيس يشوف اي في سايد افكتس او توكسيك مانيفستيشنز هتظهر تظهر على المجموعه دي. طب نجحت ولقينا الدواء كويس ومفيش اي مشاكل، نبدا ندخل في فيز 2. فيز 2 بنديه للبيشنت، احنا عرفنا ان الدواء ده كويس ملوش اثار سيئه على الجسم، بيقعد فتره كويسه في الجسم، تمام طيب كويس قوي، نديه بقى على البيشنت تشوف هيعالج المرض ده ولا لا. اجيب ناس عندهم المرض اللي الدواء ده بيعالجه وابدا اديهم برضو عدد صغير واشوف هيجيب نتيجه في المرض ده ولا لا. جاب نتيجه ندخل على فيس 3 اللي هو ده اللقاحات فيه دلوقتي، ان انا اجيب بقى ناس كتير. انتوا عارفين دلوقتي انا ممكن ادي دواء جديد ل 50 واحد يجيب نتيجه، في الحقيقه مش الدواء اللي جاب نتيجه، هم مثلا لوحدهم بسبب اكلهم بطبيعتهم باي شيء الامور اتحسنت، في عوامل كتير، ما اقدرش اقول ان ده فعلا بيجيب نتيجه الا لما ادي العدد كبير واعمل تحليل احصائي. يعني في واحد يقول لك انا شربت مثلا عصير قصب حصل لي كذا، الضغط اتظبط، مش شرط عصير قصب يكون هو السبب، تمام؟ لازم نعمل على عدد اكبر، فبنعمل كلينيكال ترايل، ندي بقى لارج نمبر ويبقى يتقارن بدواء تاني، يعني اجيب دواء تاني او بلاسيبو. يعني ايه بلاسيبو؟ حاجه ملهاش تاثير، ميه مثلا، حاجه ملهاش تاثير، كبسوله فيها شيء ما فيهاش ماده كيميائيه والدواء، واجيب الناس دول واقسمهم مجموعتين مثلا 50,000، اقسمهم 25 و25، وادي ال 25 الدواء وادي ال 25 البلاسيبو، اجيب مثلا 1000 و1000 واديهم الدواء واديهم البلاسيبو، تمام؟ ويبقى حاجه اسمها دبل بلايندد. يعني ايه دبل بلايندد؟ يعني ولا الدكتور اللي بيديهم الدواء، المفروض اللي بيدي الدواء للجروبس دي دكتور، ولا العيان عارف هو بياخد دواء ولا بلاسيبو، يعني بيحطوا الادويه والبلاسيبو في اكياس كده متقفله ما فيش فرق ما بينهم، وبيبقى في طريقه يرقموا ويكودوا بيها العيانين ويكودوا بيها السامبلز، والكمبيوتر او في شخص ما بيبدا يوزع الحاجات دي راندوم، يبقى احمد بياخد كيس ما يعرفش هو بياخد دواء ولا بلاسيبو، والدكتور اللي بيديله ما يعرفش ليه؟ لا ممكن الدكتور اللي بيديله يبدا يسلكت، مثلا يلاقي الراجل ده مثلا ده دواء سكر، والراجل ده مثلا شاب ويانج ايج او مصل لقاح، اخد اليانج ايج صحته كويسه وملوش اثر اديله الدواء، وادي مثلا البلاسيبو للناس التعبانين بحيث ان هو كده كده اولد ايج، وبالتالي اساسا يعني ممكن من غير اي حاجه يبقى يعني حالته تسوء، وبالتالي تطلع نتائج كويسه في صف الدواء اللي انا بديه. فطبعا ما ينفعش، لازم يبقى دبل بلايند، محدش عارف مين بياخد، ولا الشخص ولا الدكتور عارف ايه الدواء اللي بيديه. طيب نجحنا كده، يبقى الدواء خلاص ياخد اعتماد ويدخل في فيس 4، يتوزع في السوق ماركتد، ونقعد عدد معين من السنوات 5 سنين مثلا بنراقب الدواء بحيث نشوف ليه اثار جانبيه ولا لا، وادويه كتير بعد سنه واثنين وثلاثه ظهر لها اثار جانبيه واتسحبت من السوق. خلاص لقينا الدواء تمام اوكي، خلاص كده تم عدى مراحله ويبدا يبقى موجود في الماركت، تمام. الهيستوري ده احنا ايه عشان ما نطولش عليكم ونلغي الهيستوري، الهيستوري دي احداث تاريخيه يعني استخدموا فيها الريسيرش بطريقه بشعه، زي السيفلس مثلا، كانوا يجوا على السود الامريكان السود يصيبوهم بالسيفلس ويسيبوهم ما يدوهمش العلاج، رغم ان البنسلين كان تم اختراعه علشان يشوفوا المراحل بتاعه المرض. طبعا يعني ما فيش اي احترام، لا طبعا هو كانوا بيعتبروا دول يعني ايه بلاك امريكان ما لهمش قيمه بالنسبه لهم، فخلاص مش مهم، اهم حاجه نشوف المرض عامل ازاي. طبعا ده حاجه فيري باد اتيتيود نون اثيكال في الريسيرش. يبقى احنا خدنا الجزء الاول والجزء المهم جدا جدا جدا، 4 فيزز. يجي لك سؤال في الامتحان يقول لك فيز 1 از كوندكتد اون ا بيشنت فور ويتش ذا ديزيزد بيشنتس فور ويتش ذا ذيس دراج از ميد فور، يعني على مرضى بيعالجهم هذا الدواء، صح ولا غلط؟ فيز 1 على بيشنت بيعالجهم الدواء ده، صح ولا غلط؟ غلط.
غلط، يقول لك فيز 2 conducted on a large number of patients، صح ولا غلط؟ غلط غلط، ده small number، فيز 3 هي large number. واساسا في ناس كتير بتسمي فيز 3 clinical trial، يعني clinical trial دي الاربعه فيزز. احيانا في ناس عشان هي الفيز 3 المهمه والرئيسيه بيسموها هي نفسها clinical trial. طيب عندنا احنا خدنا الاسكال، مين اسكال برينسيبلز خدناها في الاول في الاسكس على العموم، في الريسيرش بناكد عليها عن يعني فعلا في برضك في الريسيرش مين اسكال برينسيبل، اول برينسيبل تو دو جود، ثاني برينسيبل نوت تو دو هارم، يعني انت تفيد الناس بالدواء بتاعك وما تضرش حد من المشاركين. عن طريق بنفذ المبدئين دول عن طريق خمس حاجات. اول حاجه باخد منهم انفورمد كونسنت، بقلل الريسك اوف هارم على قد ما اقدر. يعني في ناس مثلا مش مهم عندهم البارتيسيبنت دول يحصل لهم مشاكل ولا لا، يجيبوهم يعني لو هو عايز مثلا يجوعه علشان خاطر يشوف تاثير الدواء، مش مهم بقى يقعد يوم يومين، مش مهم، اهم حاجه انه الدواء النتيجه تطلع صح. فطبعا يعني ده شيء سيء جدا. Respect autonomy and confidentiality. autonomy يعني حريته في الاختيار، عايز يكمل، عايز ياخد، ممكن يمشي في نص التجربه، ممكن اي شيء. confidentiality السريه، اسراره محدش يطلع عليها. تمام. avoid using deceptive practice، ان انت تقعد تقول له مثلا ايه ان اللي هيشارك في البحث هياخد الدواء، اجيب مثلا عيانين واقول لهم خدوا بالكم ده علاج لفيروس سي، اللي هيشارك في البحث هو ده اللي هياخد الدواء بعد كده، مش هيشارك مش هياخد. لا ما ينفعش. تديهم the right to withdraw، ينسحبوا في اي وقت. تمام. وطبعا كل ده لازم يوافقوا عليه ويمضوا عليه. خلاص دول يعني 5 main ethical principles. المفروض الاستادي تبقى based on a good science، يعني زي ما احنا قلنا يكون على اساس علمي سليم، ما تبقاش يعني مجرد فكره يعني ملهاش اساس. well designed، مترتب كويس، معروف هنجيب عدد قد ايه وهندي ادويه قد ايه وهنكررها ازاي. properly analyzed، يحصل analysis للنتائج واناليسيز للبروسيجر كويس. البروسيجر properly undertaken and documented، كل حاجه محدده ومكتوبه. adherent to GCP، GCP اللي في الباراجراف اللي بعده اسمها good clinical practice. good clinical practice لو اي حد فيكم عمل سيرش كده هتلاقوا ان ليها، في ناس ممكن تمتحن فيه good clinical practice guidelines للريسيرش، بيقول لك ازاي تعمل ديزاين، ازاي تكونداكت، ازاي تمشي كلينيكال تراير، ازاي تعمل مونيتورنج ليها، ازاي تعمل اوديت يعني تشيك عليها، ازاي تعمل اناليسيز للداتا الى اخره. دي الجود كلينيكال تراير. فاحنا خدنا كلينيكال ترايل فيزز بتاعتها، خدنا المين ايثيكال برينسيبلز، هناخد بعد كده النقطه الرابعه الايثيكال برينسيبلز اللي بتحكم الريسيرش. يعني ركزوا على النقط اللي انا هقولها في الجزئيات ديت. عندنا في سبعه ايثيكال برينسيبلز لازم يلتزم بيهم الباحثين والممارسين للكلينيكال ترايلز حسب ديكلينيشن اوف هلسنكي. اول مبدأ scientific merit، يعني لازم عشان اعمل research لازم يكون فيه scientific background. زي ما احنا قلنا ما اجيش انا كده نايم اقول والله يا جماعة ده على فكرة مثلا التوم ممكن يعالج مرض السكر يلا نعمل trial، لا لازم يكون فيه scientific background، في literature review. انت ما بتيجي تعمل بحث بتكتب اول جزئية في literature review، بتقول لهم المرجع العلمي حصل والله الكلام ده حصل قبل كده، ما حصلش قبل كده، الفكرة بتاعته كذا، أساسه كذا، في التفاعل الكيميائي كذا إلى آخره. خلاص؟ يبقى لازم يكون فيه scientific background عشان تعمل research. رقم اتنين لازم يكون فيه social value. social value يعني إيه؟ يكون فيه فائدة مجتمعية، فائدة للناس تمام؟ وللمجتمع in general. لو أنا حسنت صحة الناس ده هيحسن لي صحة المجتمع. كمان في تعرفوا من دلوقتي ومنكم اللي حابب يشارك من دلوقتي، في جهات بحثيه وجهات استثماريه بتساهم في البحث العلمي وبتفاند، يعني ممكن تقدم لها بروتوكول لبحث انت مثلا على دواء جديد، على فكره جديده، على شيء جديد،
يدفع لك، وفي مؤسسات كتير وفي اعلانات لحاجات كتير جدا بتسبورت البحث العلمي، بس الفكره تبقى فعلا فكره علميه سليمه وفكره فعلا مدروسه. ممكن يدوك فاند بمبالغ كبيره جدا جدا. في حاجه اسمها الارازموس، دي مؤسسه اوروبيه بتسبورت البحث العلمي وفي تعاون مع الجامعات المصريه. ممكن تقدم، احيانا بيبقى في اعلانات مثلا في جامعه القاهره يقول لك والله انت لو قدمت بروجكت، بس طبعا بتبقى دايركتد للحاجات اللي هي ليها سوشيال فاليو واضح، خصوصا بقى يعني كليات الزراعه والهندسه والحاجات اللي هي ليها تاثير على المجتمع، لان البحث العلمي مهم جدا جدا جدا، وكل الدول المتقدمه تقدمت باهتمام بالبحث العلمي. فممكن يدفعوا فوند لمبالغ كبيره جدا، مثلا مليون دولار مثلا لو البروجكت يعني البروجكت يستحق ذلك. ثالث حاجه ريسك اند بنفيت، يعني لازم توازن الريسك والبنفيت. الاصل ان ما يبقاش فيه ريسك خالص، الاصل ان يبقى فيه بنفيت بس، تمام؟ طيب لو انا عندي ريسك بسيط وبنفيت كبيره سي اوكي. بقيس كده بايه؟ بقيسها بحاجتين، حاجه اسمها لايكلي هود اوف هارم اوكيرنس، احتماليه الضرر من انه يبقى هايلي ان لايكلي، مش هيحصل خالص، لفيري لايكلي. طبعا هايلي ان لايكلي او لايكلي بس هقبله، لايك هايلي ان لايكلي بس هقبله، طب هايلي لايكلي او لايكلي مش هقبله. طيب مش ده الحاجه الوحيده، الحاجه الثانيه السيفيريتي، يعني عندي ضرر هايلي ان لايكلي مش هيحصل خالص، او ان لايكلي هيحصل بنسبه بسيطه جدا لكنه فيري سيفير، خلاص في الحاله دي مش هقبل. انما لو حاجه تريفيال، حاجه تافهه فش بسيطه، هبدا ايه ان انا اقبله. الا اذا لو انا بتكلم مع مرض اند ستيج، يعني حاجه اند اورجان ديزيز، حاجه يعني حد عنده كانسر وحاجه خلاص، يعني هو ما فيش شيء اسوا من كده، في الحاله دي ممكن اخد حاجات ليها سايد افكتس، ليها سايد افكتس اعنف او اشد، خلاص دي اسمها لايكلي هود اسكيب. انفورمد كونسنت، انفورمد كونسنت، الموافقه المستنيره اللي خدناها مهمه جدا جدا، زي ما مهمه جدا في علاج المرضى مهمه جدا جدا في البحث العلمي. لازم الراجل يدي انفورمد كونسنت البارتيسيبنت فريلي جيفن، مفيش عليه اي تاثير، مفيش اي وعد، مفيش اي تهديد، كان ويزدرو في اي وقت من غير حتى بري جادس، من غير ما يقول انا ماشي ليه، انا خلاص مش هكمل، يعني مش هكمل، هو حر. لازم اللي هنا بقى في بالذات لازم يقراه كويس ويفهمه كويس الكونسنت ويمضي عليه ويقسم عليه، ولازم يكون فيه شاهد كمان. خلاص كمان لو انا هاخد يعني من حد سبيشال كيس، يعني صغير في السن، حد ان اوير، لازم يكون فيه جارديان مسؤول عنه. يعني خامس حاجه الكونفيدنشاليتي، السريه، السريه المهنيه، لازم يكون في سريه تامه للمعلومات بتاع المرضى. لو انا هنشر حاجه، محتاج ان انشر حاجه خاصه عن المريض، لازم اخد موافقته، خصوصا ان انا ممكن انشر نتائج فلازم اخد موافقته. اخر حاجه اونست ريبورتنج، اونست ريبورتنج اوف ريزلت، لازم اقول الريزلت بامانه، ما ينفعش ان انا اقلف ريزلت. ايه الحاجات اللي بيعملها الناس ان اونست ريبورتنج؟ ايه الحاجات الان اونست اللي بيعملوا ريبورتنج للريزلتس من خلالها؟ اول حاجه اسمها بلاجاريزم. بلاجاريزم يعني ايه؟ الاقتباس، ان ياخد يقتبس شو واحد عامل بحث وشغل، اخد الشغل ده ونسيبه لنفسي او جزء منه. الحاجه الثانيه ثلاثة دوبليكيت بابليكيشن، يعني دوبليكيت بابليكيشن يعني انا عملت بحث ونشرته تمام والبحث كويس، اروح نشره. طيب سمعتوا بلاجيريزم؟ واضح كده؟ تمام يا دكتور. تمام يا دكتور. بلاجيريزم يعني الاقتباس، اقتبس السرقة، اسرق محتويات بحث اخر. داتا فابريكيشن، الف اقول انا جبت كذا واديتهم كذا وطلع عندي كذا وده ما حصلش.
دوبلكيت بابليكيشن يعني ايه؟ ان انا بحث عملته ونشرته اخده وغير الاسم وغير فيه شويه حاجات وروح نشره في مكان تاني. اخر حاجه جفت اوثر شيب، يعني انا عملت بحث وتعبت فيه، اجيب باحث تاني عامل بحث برضك اقول له بص انا هكتب اسمك على بحثي وانت تكتب اسمي على بحثي، كده يبقى انت كل واحد فينا ليه بحثين. خلاص دي كلها حاجات ايه نون ايثيكال المفروض ان احنا ما نعملهاش في الداتا ريبورت. اخر حاجه هناخدها اي ار بي انستتيوشنال ريفيو بورد اللي انا هقدم له البحث، بيسموه اندبندنت ايثيكال كوميتي او ايثيكال ريفيو بورد، لجنه الاخلاقيات، واحده عندك في الجامعه لو انت عايز تعمل بحث تكتب بروتوكول وتروح تقدمه. ده كوميتي لجنه المفروض ان هي توافق على البحث، تمونيتور تتابعه، تراجع البيوميديكال والبيهيفيرال ريسيرش اللي فيها هيومنز وتعرف هيقول هيومنز ايه، تمام؟ عشان تحمي حقوق المشاركين في البحث. ال FDA قالت ان ال IRB لازم عشان نشكله لازم يكون لازم يكون فيه الشروط دي. اول حاجه يكونوا على الاقل 5 ممبرز، دي لك سؤال في الامتحان، 5 ممبرز على الاقل، ورقم فردي، رقم فردي يعني اود نمبر. يجي في الامتحان يقول لك IRB must be odd number، صح. IRB must be even number يعني زاوي، غلط. تمام، لازم يكون عندهم اكسبيرينس واكسبرتيز ودايفرستي ان هم ياخدوا ديسيجن، يعني عندهم خبره في البحث العلمي. لازم يكونوا اشتغلوا لو في استادز فيها فولنربل جروبز، الاطفال مثلا وذوي الاحتياجات الخاصه والكلام ده، فلازم يكون عندهم خبره في التعامل مع هؤلاء الفولنربل جروبز. لازم يبقوا من وومن، تمام، بس ما نختارهمش على هذا الاساس، بنختارهم على الاساس العلمي. طب لو اثنين متساويين في الاساس العلمي وانا عندي 4 ميل وناقص لي واحد وعندي ميل وفيميل بنفس القوة العلمية هاخد الفيميل. ما يبقوش اوف ذا سيم بروفيشن، لازم استاذ واستاذ مساعد وهكذا. لازم يبقى فيهم واحد نون ساينتست، واحد يعني مثلا احنا في كلية طب، واحد مثلا من كلية آداب مثلا، واحد نون ساينتست، تمام؟ لازم يكون فيهم واحد على الأقل نوت افيليتد تو ذا سيم انستتيوشن، واحد بيسموه كوميونيتي ممبر جاي من تانية مثلا. لو واحد من الاي ار بي مقدم بحث ما ينفعش يعمل فوتنج على البحث بتاعه، ما يعملش تصويت على البحث بتاعه. طيب لو هم جالهم بحث في مجال هم مش مدركينه كويس، يقدروا ان هم يجيبوا كونسلتنت من التخصص ده يسمعوا ارائهم، بس الكونسلتنت ده ما يعملش فوت، يعني ما يقولش رايه في البحث، هو بس ياخدوا رايه كاستشاري. عشان يعملوا فوت خلاص يقبلوا البحث ده ولا يرفضوه، لازم يكون نص الاعداء يعني الاعضاء موجودين، ولازم يكون النون ساينتست موجود. خلاص كده احنا خدنا النهارده كلينيكال ترايل الاربعه فيزز، خدنا المين استيكال برنسبلز، برنسبلز بتحكم الريسيرش، وخدنا الاي ار بي. خلاص كده المنهج بتاعكم خلص. ان شاء الله الدكتوره دينا هتعمل لكم محاضرة مراجعة هنسقها معاكم بإذن الله، وهتشرح لكم فيها ال يعني هتراجع لكم بسرعة المنهج وتقول لكم إيه المقرر أو إيه اللي مش مقرر.